فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت، أما ما تبقى فلا استعداد فيها ولا خير، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. في العين الواحدة 140 مليون مستقبلات الضوء، 140 مليون مستقبلة ضوء في العين الواحدة. ما يمس الشعور الديني، المادة 462، من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقيق الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حتى على الازدراء بإحدى تلك الشعائر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أنا عبد الله السالم، منظم ندوة حكم ساب الله عز وجل في المركز الثقافي مدينة رأس العين، وقد قمنا بتنظيم هذه الحملة لأجل الحد من ظاهرة سب الله عز وجل والتعدي على الدين وسب الدين. وقد شارك في هذه الندوة كثير من الفعاليات المدنية في مدينة رأس العين، وعلى رأسها رئيس المجلس المحلي وأعضاء المجلس، وأيضا مجلس القبائل والعشائر والتربية والأئمة والخطباء في مديرية الأوقاف في رأس العين. وقد اقترح الحضور كثير من الحلول التي يمكن العمل فيها للحد من هذه الظاهرة، وكان كانت الندوة ناجحة بفضل الله عز وجل، ومن ثم بفضل الجهود، جهود مديرة الأوقاف التي نظمت هذه الندوة، وجزاهم الله خير والحمد لله رب العالمين. لدينا سلطات، السلطات على ضعف حالها عليها أن تأخذ موقفا حسنا. في القانون يسجن إذا نعطيه قمة السجن في الموضوع، يسجن من سنتين إلى مثلا من شهر أو ستة ثلاثة. هذه من الحلول، والمساجد وكل هذه الأمور، يعني الله سبحانه وتعالى يسب في الأسواق، في الطوابير، في المدارك. المفردات الدارجة على ألسنة الناس هي كفر أيها الأحباب، كأن يعني ناقل الكفر ليس بكافر، كأن يقول الشاب لزميله يا ابن الله، الله يلعن اللي صنعك، تمام؟ من الذي صنعك؟ تمام؟ وكثير من العبارات يعني تحضرني ولا يحضرني، يلعن رفك، يقول أنه قد يعني هو أن مسيرة كذا وكذا. نعم، هذه مصطلحات كثيرة دارجة على أسئلة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عمر قاسم، نائب مدير الأوقاف في مدينة رأس العين وريفها. قمنا اليوم بأعداد ندوة يعني حول ظاهرة سب الله وسب دينه، وهذا مما يدمي القلب ويدمع العيون، أن نرى في بلادنا، في بلاد المسلمين، أن يسب الله تعالى ويسب دينه. فقمنا بأعداد هذه الندوة، وشارك فيها العديد من الفعاليات من المجلس المحلي والتربية وفعاليات أخرى عشائرية ومجتمعية. قدم فيها المحاضرون والمشاركون في هذه الندوة الكثير من الأسباب والنتائج والحلول، وإن شاء الله تعالى يعني سنقوم ب المزيد من هذه الندوات في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى للحد من هذه الظاهرة. دائما ندوات، سواء بالمركز الثقافي أو محاضرات في المدارس عند الطلبة، هؤلاء الطلاب طلاب العلم، يعني بشكل دوري مثلا تأتي لجنة من مديرية الأوقاف ويعني يجعلون هناك محاضرات في المدارس لمسألة كفر، يعني خرج من الملة، يعني خرج من دين الإسلام، يعني مات لا يموت على دين الإسلام، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه. حقيقة هي مسألة خطيرة جدا، تحتاج إلى جهد جبار. ما أسباب سب الدين؟ يعني كان كلنا نبحث، ضعف الدين، ضعف الدين في الأول في قلوب الناس، ضعف الواجع الديني في البيوت وغيره وغيره، أسبابه كثيرة سب الدين. ساءة الأخلاق وضعف الدين. طبعا قامت مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في رأس العين بدعوة عامة للجهات المسؤولة ولخطباء المساجد والدعاة والأئمة بتوجيه هناك أمر، يعني آفة خطيرة دبت بين الناس، وهي سب الذات الإلهية والعياذ بالله، وهذا أمر حقيقة لا يستهان به. فكانت النتائج هناك، كانت الأسباب والأسباب والحلول، فكانت من الحلول إذا كان يعني مثلا إذا كان يعمل في أي جهة كانت
ويثبت عليه بأنه سب الله سبحانه وتعالى يفصل من عمله ويطرد من عمله. وهذا طبعا الأمر يحتاج إلى توعية، وهذا الأمر على عاتق الدعاة أولا، خطباء المساجد هم اللبنة، هم الذين هذا الأمر على عاتقهم. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم أي أصبحتم. كيف أصبحتم؟ أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم وأصبحتم خير أمة أخرجت للناس إن أنتم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وإن نحن لم نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر الدعاة فلا امتياز لنا عند الله ولا مكانة لنا عند الله ولا وزن لنا عند الله عندما نسمع. وهذه الآفة التي تدب بين صفوف الشباب والمسلمين ربما في المدارس، يجب أن نقف في وجه هذا الأمر كدعاة أولا، والجهات المسؤولة، ونخاطب حتى الجهات المسؤولة على هذا الأمر. كل إنسان معني ومسؤول وموقوف أمام الله سبحانه وتعالى.